بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركته نستعين. متابعينا الكرام مستمعينا الافاضل، التحية تتجدد من أرضية هذا الميدان، ميدان سويحان، وفي هذه الانطلاقات الجميلة وشوط جديد من أشواط الخير والبركة ينطلق بحفظا من الله وتوفيقه. وشوطنا الثالث عشر والذي حمل في طياته وكشوفاته الجعدان الحقائق، نبدأ مباشرة مع المركز الأول. نبدأ مع المقدمة من حاش لناصر بن مبارك بن قران المنصوري الذي يتقدم على المركز الأول ليقدم لنا هذا الشعار. أما ثاني المراكز فأرى الانطلاق الجميل مع ثاني المراكز في هذه اللحظات الجميلة. بدأ هناك لمد بن علي بن صالح أبو ليلى الغفراني المري يتواجد على المرتبة الثانية، بينما المركز الثالث رعد لمسلم بن طرشوم العامري المتواجد على المركز الثالث في هذه اللحظات. أما رابع المراكز تقدم ممدوح لفهد بن محمد بن طالب بن عقيل النابت المتواجد على المركز الرابع، بينما المركز الخامس مشاكل لعلي بن عبد الله بن سعيد الجابري على المرتبة الخامسة. إذا متابعينا الكرام مستمعينا الأفاضل، هناك مع المركز الأول وهناك مع الصدارة الأولى الذي يتقدم على المركز الأول في هذه اللحظات من حاشة، بدأ ينحاش في هذا المسار ليتقدم على المركز الأول لناصر بن مبارك بن قران المنصوري متواجدا على المرتبة الأولى ومتقدما على المركز الأول، بينما المركز الثاني ممدوح على المركز الثاني في هذه اللحظات لفهد بن محمد بن طالب بن عقيل المري يتواجد على المرتبة الثانية ليقدم لنا هذا الشعار، الشعار القادم من دولة قطر الشقيقة ومن ميدان الشحانية بوجه التحديد. أما ثالث المراكز فهناك سوقان لمحمد بن علي أبو ليل القفراني المري يتواجد على المرتبة الثالثة مقدما لنا هذا الشعار، مقدما لنا هذا الأداء الجميل ليتواجد على المرتبة الثالثة، بينما المركز الرابع هناك رعد بدأ يرعدهم رعد ويتقدم على المركز الرابع في هذه اللحظات الجميلة بشعار مسلم بن طرشوم بالشاوي العامري الذي يتواجد على المرتبة الرابعة ويتقدم بالمدرج رقم أربعة، بينما المركز الخامس مع بدران بدأ بدران في هذه اللحظات الصالح بن مسلم بن طرشوم العامري مع المركز الخامس. ها هي الخمسة المراكز المتقدمة الأولى وما خلف الخمس أسماء قوية لم يحن موعد دخولها في دائرة النداء، ولكن أراها بالعين المجردة الأسماء تتدخل والشعارات تاتي والميدان ينعطف. والتحية مع المركز الأول مع الصدارة الأولى مع المقدمة مع منحاش الذي بدأ ينحاش الذي بدأ على المقدمة الأولى مقدما لنا شعار ناصر بن مبارك بن قران المنصوري. امالي اهالي قيادي تتواجد مع منحاش ويتقدم على المرتبه الاولى. اما ثاني المراكز فهناك ممدوح لفهد بن محمد بن طالب بن عقيل المري المتواجد والمتسلل والمتقدم، بدا على ثالث المراكز السناوي لسعد بن عبد الله بن علي الفهيدة المري
ولكن البرنس اللي على المقدمة وعلى الصدارة مع ممدوح فهد بن محمد بن طالب بن عقيل المري غادر بالنواميس إلى ميدان الشحانية إلى دوحة الخير هناك مع هذا الفوز والانتصار ومع ممدوح لفهد بن محمد بن طالب بن عقيل المري المركز الثاني وصل هناك مع انطلاقة السناوي لسعد بن عبد الله بن علي الفيدة المري ثالث المراكز وصل على ثالث المراكز شاهين سالمين بن محمد بن سالمين الأخيلي رابع المراكز وصل هناك مع انطلاقة وتحديات من حاج ناصر بن مبارك بن قران المنصوري وخامس المراكز وصل في قياد لمحمد بن راشد بن سويدان بن حضيرم. إذا متابعين الكرام التوقيت الزمني 5:56 و3 أجزاء من الثانية كان ممدوح لفهد بن محمد بن طالب بن عقيل المري من حقق هذا الفوز والانتصار الجميل إلى أهالي دولة قطر الشقيقة وميدان الشحانية بوجه التحديد. أما المركز 5:57 و4 أجزاء من الثانية كان السناوي على المرتبة الثانية بشعار سعد بن عبد الله بن علي الفيدة المري. أما ثالث المراكز 5:58 وجزءا واحدا من الثانية كان على المركز الثالث هناك وصل فيه شاهين سالمين بن محمد بن سالمين الأخيري والناموس لجميع نتواصل ونجدد اللقاء من جديد شوطنا الرابع.